السلام بون صراحه ما جو معايا نكتشفوا البازار الدولي الخيري اللي ينضموا النادي الدبلوماسي برباط. هذا النادي اللي تيتكون من زوجات السفراء او الدبلوماسيين اللي في مهمه هنا في المغرب. البازار تيدار كل عام، وهذا العام كان في المكتبه الوطنيه. الافتتاح ديالو كان من طرف الاميره لاله مريم، ومن بعد فتحوا للعموم. الدخله كانت ب 20 درهم. البازار كان تيستضيف مجموعه من السفارات اللي كلهم حاطين المنتجات ديالهم. هاد المنتجات كلها غادي تتباع، وجميع المداخل غادي تمشي لاعمال خيريه. واللي زوين في هذا البازار هو انك تكتشف ثقافات العالم. بالنسبه لهذه المره تلاقيت جوج دول اللي كانوا جداد، اللي هما كازاخستان واذربيجان. بالنسبه لي اول مره غنشوف هاد جوج بلدان وغنكتشف الثقافه ديالهم والتقاليد والاكل ديالهم. وطبيعه الحال كان حضور كبير للدول العربيه اللي كان بينهم فلسطين، لبنان، مصر، الاردن، العراق والسودان، اللي كانت حاضره من منتجات متنوعه ومختلفه وما يمكنش الواحد يدوز من حداها وما يشري حتى حاجه. كان الحضور ديال واحد ستور اللي خدينا سميتو، كانت سميتو فال ستور. غنخلي لكم اللينك ديالو الا بغيتو احتاجيتو اي حاجه خدوها من عندهم. بالنسبه لي انا خديت لوبان تكر، وصاحبتي خدات لوبان تكر والبخور، وكان عندهم واحد العصير اللي زوين، عصير الكركديه، صراحه كان رائع. بالنسبه للدول الاسيويه الغير ناطقه باللغه العربيه كانت كوريا. كوريا كان هو اول ستون غادي يبيع ويسالي وغادي يمشي في حاله. خديت فيتامين سي شيت ماسك، هذه ديفرنت تايبس، ولكن واحد كونسونطري على ناطق. كانت اليابان. اليابان اللي جابت بزاف المنتجات اللي عندهم علاقه بالانيمي والمانجا. كانت الصين. الصين اللي كان ستون ديالها كبير ومتنوع، وكانوا ممثلي السفاره الصينيه لابسين اللباس الصراحه دوك اللي خارجين من شي دراما صينيه تاريخيه. كانت الفيتنام حتى هي كان عندها حضور قوي وستون ديالها كان كبير. كان الفلبين، اندونيسيا، وحضروا معاهم كذلك اندومي. كان حضور دول افريقيا بحال غانا والبنين وجيبوتي، وكذلك كان حضور ديال دول اوروبيه من بينهم صربيا، اسبانيا وهنغاريا. البازار كانت فيه دول كثيره، واكيد كان حضور ديال المغرب البلد المستضيف والمنتوجات ديالو. تتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. نتلاقاو فيديو جديد. كام ساميره.